السلام عليكم وتقبل الله طاعتكم. أحبابي الكرام، يتجدد اللقاء بكم مع باقي نص ساعة. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير. أذكركم أحبابي الكرام أن هذه الوقفات برعاية كريمة من إخوانكم جمعية تحفيظ القرآن بثالوث المنطر. من أراد التواصل معهم فهذه جوالاتهم. أيها الأحبة، وقفتنا اليوم مع آية. من يقرأ هذه الآية دائما يسعى للخير ويسأل الله أن يكون من أهل الخير. هذه الآية هي قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا أمر من الله عز وجل أحباب الكرام بأن نسارع بالخيرات ونسارع بالعمل الصالح. إذا فكرت في عمل صالح ونويت فبادر بالعمل. ومن توفيق الله للمؤمن أحباب الكرام أن يستجيب لله عز وجل في هذه الآية ويسارع بالخيرات ويسارع بالطاعة والعبادة. مثلا واحد الآن والله يفكر يقول هل أروح أخذ عمره ولا لا. نويت بالعمرة، اعزم وتوكل على الله. ناوي يتصدق، اعزم وتوكل وتصدق، لا تتأخر. أحباب الكرام، هناك أناس إذا أتى الموت يقول ربي لولا أخرتني فأصدق، فيتمنى أنه يرجع للحياة حتى يتصدق. ما أجمل البذل والعطاء والمسارعة بالخيرات ونحن في شهر رمضان، شهر الخيرات. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته. إخوانكم في جمعية تحفيظ القرآن بثالوث المنظر، من نوى أن يدعم هذه الجمعية السهم ب100 ريال، توكل على الله عز وجل ولا تتأخر. وكما قال شيخنا الحبيب الشيخ صالح المغامسي: هي ودائع ما تقدمه اليوم وتبذله ستجده هناك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل.